مسألة توزيع العادل للثروة، مسألة أنه النفط سواء كان في الإقليم وحتى في المركز. بالمناسبة المواطن ما يعني ما مستفيد من هذه الثروة الهائلة، البلد به ثروة نفطية هائلة. زين الآن المواطن، فقط المفارقة المؤلمة أنه المواطن يشعر بأنه العراق بلد نفطي فقط عندما تنخفض أسعار النفط وتبني إجراءات تقشفية ويبي تحميل المواطن تبعات أنه انخفاض أسعار النفط، لكن لما ترتفع والعراق يعود إلى أنه بلد مصدر الثاني في أوبك، يعني بلد ثري جدا، ثروات خرافية تدخل البلد والمواطن ما يحصل منها شيء. حتى السيد رئيس الجمهورية أشار إلى هذه المسألة، مسألة أنه حتى في الإقليم. طيب ما المتوقع يعني بعد هذه، ما المتوقع بهذه الدعوة من جانب رئيس الجمهورية سيد برهم صالح؟ ما المتوقع؟ هل نتوقع استجابة من الطرفين لهذه الدعوة لإجراء حوار عاجل وجاد؟ وما الذي يمكن أن يخرج بهذا الحوار، خاصة يعني بعد قرار المحكمة الاتحاد الذي وصف بأنه يعني ملزم؟ أنا أعتقد الآن الكرة في ملعب الإقليم، حتى حكومتنا يعني حكومة السيد الكاظم أيضا دعت إلى حوار وإلى تفاهمات وحوارات حتى يعني نرى كيف ممكن تطبيق هذا القرار. قضية النفط أيضا البرلمان أيضا مسؤول أنه يجب أن يقر فعلا قانون النفط والغاز. الآن الإقليم ينبغي أن يكون لهم موقف واضح، لا ينبغي التعامل مع هذا القرار مع تقديرنا. قيادات الإقليم قيادات أيضا وطنية وتاريخية، والإقليم شهد يعني قفزة حقيقية، نحن لا ننكر ذلك ونأمل أن تكون له قفزات أكبر وأن يزدهر أكثر. لكن حتى الآن أيضا المواطن في إقليم كردستان أيضا يعاني منه، من مسألة الرواتب، من مسألة أنه عائدات الثروة النفطية يعتقد أنها لا توزع بشكل عادل على كل أبناء الإقليم. إذا الموضوع حقيقة يهم كل العراق، يهم الإقليم، يهم المركز، والأهم من كل ذلك هو أن يتحول هذا القرار فعلا إلى منطلق حقيقي للإصلاح. ممكن التفاهم حوله، يعني إحنا لا أحد يريد أنه أن يتضرر الإقليم، بل العكس هو الصحيح. هذا القرار لو طبق الإقليم أيضا يجب أن تكون له حصته المتوازنة والمعقولة، وبما يضمن رفاهية أبناء الإقليم من الموازنة ومن كل ثروات البلد. هذه ثروات البلد هي لأبناء البلد سواء كانوا في الإقليم أو في المركز. لكن للأسف حقيقة ما الذي يمنع نهدر الوقت